هذه الطفلة هي أصغر ضحايا حريق حفل زفاف الحمدانية. ماريا أسعد قريقوس لم يتجاوز عمرها العام ونصف العام عندما التهمت النيران جسدها الصغير، هي وثمانية أفراد من عائلتها. يحمل والدها في جنازتها صورتها بحسرة، ما زال مصدوماً هو وزوجته من هول الفاجعة. مثله مثل هذا الطفل اليتيم الذي يحمل صورة والدته، وآخر يحمل صورة أخته أو زوجته أو والده. عشرات العائلات فقدت ذويها، بينهم أطفال بعدما تحول حفل الزفاف إلى مأتم. بحسب السلطات العراقية، ارتفعت حصيلة ضحايا حريق قاعة الحمدانية إلى 107 قتلى، بينهم جثث متفحمة وأشلاء. مديرية صحة نينوى قالت إنه لم يتم التعرف على هوية 38 جثة مجهولة حتى الآن، فيما يظل الوضع الصحي لبعض المصابين غير مستقر وسط مطالبات من ذوي الضحايا باتخاذ إجراءات حكومية رادعة بحق المتسببين بالحادث الأليم.